مساء الفل واهلا بحضراتكم ولقاء جديد من باب الخلق. طبعا وجب علينا ان نقدم كل التهنئه والاحترام والتقدير للفريق العظيم فريق الزمالك. الفريق دوت يعني من طفولتنا واحنا يعني نتفرج على الزمالك والاهلي والزمالك والاسماعيلي والزمالك والترسانه والمصري. الزمالك فريق كبير جدا والبطوله اللي خدها دي بطوله عزيزه علينا كلنا، فبنبارك لكل محبي نادي الزمالك اللي هم اساسهم زملكاويه واهلاويه زي حالاتي، يحبوا فريق نادي الزمالك جدا ويقدروا مشواره العظيم يعني.